قلمه لا يستكين، حبره لا يجف، فكر معطاء، جدول لا ينضب، كلماته تدخل العقل والقلب معا لتحسب نفسك في رحاب لا نهاية له. الأستاذ جوزيف الشرطوني، الكلمة لك. دربك سما صاحب سيادي أنت، الله صلى وإيمان بيزيدك. دربك سما صاحب سيادي أنت، الله صلى وإيمان بيزيدك. من وقت ما على الأبرشية كنت ولليوم كل الناس بتريدك، الأم، المرأة، البي، الصبي والبنت، تعج الخوابي بخمرة تنبيدك، معروف عنك وقت ما ترهبنت، تمشي المحبة عام وعيدك، كل الرعايا بالوفا زينت، وبعقلك الراجح وفانا زنت. هز العصا صاحب سيادي انت، حامل عصاية ربنا بإيدك. عندما تأخذ الكلمات شكل الصلاة، تختمر المحابر لتمتلئ خواب البركة، يفيض الحبر فينتشي الورق حروفا قدسية لا انتهاء. للجبل نكهته ودوره الريادي، فيوم دقت طبول حرب بيروت والجنوب، اهتزت بيروت واهتز الجنوب. ويوم دقت طبول حرب البقاع والشمال، اهتز البقاع واهتز الشمال. ويوم دقت طبول حرب الجبل، اهتز لبنان. هذا الجبل الذي دحرج حجره وأقامه ذاك الساكن في العالي، عاد إلى نفسه، إلى أحضان ربه وإيمانه، فالتصق بوحدته. راحت كنائسه تسترد ذاتها، والأجراس تنادي المؤمنين لوليمة صلاة. كنا في مراحل الإنجازات الأولى، شرطون تعيد رسم خطوط حياتها من جديد وخيوط عباءة الفرح. بين أكوام من الصمت المرير راحت تفتش عن ذاكرة أمس ما برحت ترابها ولا عرفت النسيان، تنفض الغبار عن زوايا عتيقة ما زالت تخبئ مساحات عبق الماضي القديم. في التسعينات بدأت مسيرة العودة بوضع حجر الإيمان لمارشاليطا على يد صاحب السيادة المطران بولس مطر السامي الاحترام. في شرطونة وكل الجبل بدا صاحب السيادة خشبة خلاص المؤمنين، يحقن شرايين العائدين بالرجاء والطمأنينة والإيمان، يبني في البشر قبل الحجر، يمدنا بالخير والبركة، يؤسس لإنسان مسيحي بحق. عام 2000 وبتكليف من صاحب السيادة، تسلم الخوري يوسف مبارك مهامه الرعوية
في شرتونة مرجي شرتونة كفر عمي الغابون دوير الرمان بوزريدي سلفايا اهتزاز بنيوي حين مسيرة كهنوت مناطق العودة ذبيحة إلهية وصلاة على ميت فمنذ 2015 جعلهم صيادي بشر واليوم لا بد من صيادي حياة صيادي عودة جماعات مؤمنة تحاول استرداد نفسها من غربة القصر إلى قصر الاهتداء والمتلقف واحد كاهن كنيسة ذبيحة إلهية تهطل ياسمين محبة تضج بالناس للعودة والتثبت بأرضهم بإيمانهم وهو مكانه الخوري يوسف مبارك. عصب الحياة الروحية هو لالتقاء أبناء الرعية وتأسيس أوقاف وأخويات وشبيبة وجماعات إيمانية صوت رجاء وحوافز استقرار. سأتحدثه الآن وجدان محبة يختمرها قلبه ونختبرها نحن، فما قلته في الوثائقي يضيء على أعماله وخدمته. مع زوجته الخورية أنياس يتنقل كنسائم الحرير بين رعاياه ناثراً مراكب البركة. حده سيف إيمان وقل قنديل ينير سماء صلاة البخور يعطر ثوبه الكنسي دائرة صيف تنفلش عبق ريحان هدأة الشموع. هو ذا صوته هنا هناك أين حل؟ صوته انتصار على خطيئة الصمت. فابن البشارة هو يزرع في رعاياه منابت اخضرار القلوب والعقول بنفس المحبة المحية. يستلذ الوجع في سبيل المسيح. أطال الله بعمره قالها وردد إن أكرمني المسيح أريد أن أموت على المذبح. بين كفرشيمة وشرتونة والرعايا نقرأه مشوار حياة وسعادة. لم يكن ليتذمر يوما ولن يعمل على توضيب أي تخالف بين أبناء الرعايا إن حصل على قاعدة المحبة. يتنقل كخلية نحل ناثرا أزاهر البركة الإلهية. الخوري يوسف مبارك نأمل متابعة المسيرة معك. من 15 عام بالإيمان الداوي وجعنا تفيد أنوارك وقت الجرح الآخ عنا كان مع صورة النسيان يتعارك طليت تهدر ثورتك بركان تهد اليأس تبني بمشوارك تفتح صلاة تزهر أمر نيسان ويسوع يتغلغل بأفكارك كاتب على دروب الزمن عنوان العزم منك والوفا جارك صوتك عزاتك نعمة الإربان يدفوا القلب ويفيقوا نارك هالساكن العالي الحمي لبنان يحميك ويدوي بإعصارك بنيت الحجر والعزم والإنسان شرتون أهلك
دارنا دارك. مبارك يا ابونا يوسف مبارك. ومن لا يعرف الراعي الصالح بدقة فليسمع كلمته، كلمة صاحب السيادة المطران بولس مطر السامي الاحترام. مساء الخير نوابنا الأحباء، الآباء الكرام، حضرة رئيس بلدية شرتون العزيز والعزيزة، رؤساء البلديات، المخاتير، رجوه الكريمة من حي الأبيت النعمان هاللي مرق واضطر يترك، نحييكم جميعا وسلم الله بربنا يسوع المسيح عليكم. صعب الكلام في بلدة رشيد الشرتوني وكل آل شرتون شعراء وكتابا، لكنه يبقى كلاما محببا من قلب محب إلى قلوب محبة. أشعر هذا المساء بغبطة كبيرة، أنكم أردتم تكريم هذا الكاهن البطل والسائر على درب القداسة دون شك. بالحقيقة بعد أن رسمته كاهنا بسنة، سألته أن يأتي إلى شرتون والمنطقة، وكنت خائفا من أن يقول لا، عندي عائلة، أنا أفضل الساحل مثل كل الناس وبعض أهل الجبال أيضا يفضلون الساحل. فوجئت بجوابه دون تردد بأمرك. بالحقيقة سررت جدا لهذا الجواب. لم يسأل عن شيء سوى عن خدمة ربه في شرتون والمنطقة، مش قليلي هيدا. ثم دارت الأيام وراحت الكنائس تعلو على أمل أن ننتهي من العمل فيها واحدة واحدة، وكان فرحت الأحد الماضي وكان العزيز فؤاد باك السعد معنا في كفر متى، حيث دشنا كنيسة انتهى العمل فيها. وفي دقون سنصلي في عيد مرتقلة بالكنيسة العليا، أي الكنيسة. في عبي عدنا إلى القداس في مرمرون. هنا في شرتون الكنيسة جميلة، تسير قدما ولو ببعض البطء، إنما على درب الجمال، وتجمعنا للصلاة بكل محبة. فرع عمي بكنائسها تصدح الأجراس فيها، الغبون الكنيسة العجوبة على قارعة الطريق هناك. وأنتم تعرفون أننا خلال الحرب خسرنا أو
كان لنا أضرار جسيمة أو كلية في 75 كنيسة في أبرشية بيروت، سواء في الشوف، بعض الشوف في أبرشياتنا شمال نهر الدمور، أم في علي وكل علي في أبرشياتنا، أم في بعبدة وأعليها فلوغة وسواها، أم في المتن الشمالي عاليا صوب عين طورة والمروج نزورا إلى جلالة المتن. من هذه الكنائس لم تبقى كنيسة واحدة دون إعادة أعمار ولو جزئية. هذا ليس من فضل المطران أبدا، هذا من فضل الرب وفضل هذا الشعب المحب المؤمن. نوع من زائف له الشعب الذي لم يقبل أن يعود إلى بلداته دون أن يعيد الكنيسة إلى صلاتها، والمدافن إلى أن تستقبل رفات أحبائنا. هذا الجاهد لم يساعدنا فيه أحد إلا القلائل القلائل، لا دول كبرى ولا جمعيات، إلا إيمان الناس. ضيع من 40 بيت 30 بيت تبني كنيسة وصلون بأعجوبة. جزء من هذا الأعجوبة في شرتون وفي فرع مي وفي الغابون، جزء من هذا الأعجوبة كان بصلاة أبونا يوسف مبارك. يأتي إلى المطرانية يدافع، يطلب، يذهب إلى المراجع وكأنه ابن شرتون وأكثر. حفظ شرتون في قلبه والمنطقة، صار واحدا منكم، واحدا من هؤلاء الناس الذين يحبون حبا كليا منطقتهم وبلدتهم. وفوجئت أكثر فأكثر عندما دامه مرض صعب، نطلب من الله له الشفاء العاجل، واليوم ما قدرش إجا لأنه تعبان شوي. قلت في نفسي هل سيبقى أبونا يوسف في الخدمة؟ وتسألنا في المطرانية عن ما سيعود وما سيقول إليه أبونا يوسف مبارك، فكان الجواب إني خادم حتى النهاية. ذكرني بالبابا القديس يوحنا بولس الثاني. طبعا تفرق الناس عن بعضها، ولكن كل انسان عنده موقفه الحلو. البابا بنديكتوس عندما راى انه تعب وان البابويه تاخذ تطلب منه جهدا كبيرا، يروح على استراليا مثلا مسافه بعيده، بده يروح على البرازيل كان لما استقال، بده 3 ايام يرتاح تيبلش يشتغل. بعكس سيدنا البطرك سفير الله يطول بعمره، بيكبروا بسنوات وسنوات، وصل على أستراليا بلش بالشغل كأنه جاي عشرته. بالحقيقة البابا يوحنا بولس الثاني ما استقال مثل بنديكتوس، قال سأحمل صليبي حتى آخر يوم وآخر لحظة. وتعرفون صوره في أيامه وسنواته الأخيرة حاملا صليبه تعبا، إنما لم يريد أن إلا أن يموت واقفا على مذبح الرب. وسمعتم ما قال الله يطول بعمره أبونا يوسف، منيتي أن أني حياتي على مذبح الرب، الرب أكرمه قبلكم ويكرمه اليوم بكم أيها الأحباء، أنتم أهل الكرامة وأهل المحبة والوفاء. شكرا لكم من صميم القلب. أن يكرم خوري يوسف في شرتون، هذا تكريم لشرتون نفسها، وهي على كل حال أختصرها بكلمات صغيرات، هي بلدة الإباء. الإباء والمحبة والتواصل، بلدة الأدب والشعر، بلدة الإنسانية
والآن تكرس من جديد بلدة الوفاء. شكرا لمن قام بهذا العمل الجميل والمشكور. الشاعر الصديق العزيز، من كل قلبنا بنقول لك شكرا، شكرا لكل من تكلموا، شكرا لحضوركم لمحبتكم تشمروننا بها نحن الكهنة خدامكم. ربما كنا مقصرين، سنعيد النظر بهذه الأمور كلها. تعرفون كيف منطقت عليه هي مخدومة اليوم بفضل أديار نحبها كلها. داير مار يوحنا رشمية منحييك يا أبونا، داير مرمرون المعوش، داير شملان عند رهبان الأنطونيين، ودير الكحلونية لمنطقة الحمدون، وبضعة كهنة هنا وهناك، أمثال خوري يوسف وأمثال أقلال. بلا في أمثال بمثله، في مثله يمكن مش أحسن بس في مثله. خوري الحمدون منحييها هوني، أبونا منحييك، أبونا الهاشم، أبونا عينتريز، كل الآباء. أنت عم تخدم بالساحل، الله يخليك يا أبونا شرطوني، طول عمرك، ولكن قلبك هون وفكرك هون. سوف نزيد الحضور والخدمة، سوف نعيد النظر انطلاقا من هذا المساء بعدما استمعنا إلى دقات قلبكم تنبض حيوية ومحبة للكنيسة ولخدمتها. ونقول لكم شكرا، أدامكم الله، أدام الله هذا الجبل، أدام الله لبنان، وأقول لكم لبنان عائد. في الكتاب المقدس كلمة أساسية: الحجر الذي رذله البناؤون صار رأسا للزاوية، مين؟ يسوع المسيح. في منطقة الشرق الأوسط الحجر المرذول كان لبنان. وكنا نسمع ببداية الحرب سنة 75 يقولوها بالإنجليزي: This country is dispensable. بالفرنسي ما في dispensable، في indispensable. كلمة dispensable يعني يمكن الاستغناء عنه، بلد زائد. أثبتت الأحداث بعد ما جرى في سوريا والعراق والخليج ومصر وتونس وليبيا أن لبنان هو حجر الزاوية، هو الأساس، لأنه وطن الإنسانية والعيش المشترك. ولن يكون للشرق مصير إلا بالعيش المشترك والتصارع بين كل أبنائه. لذلك عندما قال البابا يوحنا بولس الثاني لبنان رسالة، كان على حق. شرط أن نحمل هذه الرسالة في قلوبنا وعلى أيدينا. وإنكم لفاعلون. مساء الخير، وشكرا لكل من حضر هذا الاحتفال ونظم. الله يخليكم. أبونا يوسف خوري سلمين عليه، أنا حكيت معه ليلنا كل محبتنا، والله يردوا على مذبح شرطون، مذبح الرب. خليني أكون جميعا، وشكرا جزيلا. رجع إخوتنا وأهالينا.